مشاهدينا أهلا بكم في هذا المساء. هو الصدام إذن ذاك الذي لم يعد منه مفر بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية. ساعات تفصلنا عن جلسة اختيار رئيس حكومة جديد في طبرق، استبقها الدبيبة من طرابلس برفع لآت ثلاث. لا لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، لا لمرحلة انتقالية جديدة، ولا للسماح للطبقة السياسية بالاستمرار لسنوات أخرى. منعرج جديد تدخله ليبيا عنوانه الانقسام والصدام، ودقت الأمم المتحدة كذلك إنذار الخطر من تبعاته وتداعياته على وطن ما زالت جروحه غائرة بعد سنوات من الانقسام والاقتتال. مشاهدينا، موضوع حلقتنا لليوم من هذا المساء سنتطرق له من محورين اثنين: الدبيبة لا للتسليم، نعم للصدام قبل جلسة انتخاب رئيس جديد للحكومة. كذلك نناقش معكم سيناريوهات ما بعد 10 فبراير وتداعيات تشكيل حكومة جديدة على الفترة المقبلة. حول كل هذا وأكثر نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة من هذا المساء: الناشطة السياسية ومرشحة الانتخابات الرئاسية السيدة ليلى بن خليفة، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور السيدة نادية عمران. وكذلك أرحب بالمحلل السياسي السيد مختار الجدال، وينضم لنا ضيوفنا أكيد بعدها تباعا. قبل بدء الحوار مع ضيوفنا في هذه الحلقة، هذه قراءة لأبرز ما جاء في كلمة رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونعود. مشاهدينا ورحب بكم من جديد في هذا المساء. نرحب بضيوفنا مرة ثانية: بالناشطة السياسية ومرشحة الانتخابات الرئاسية السيدة ليلى بن خليفة، أرحب كذلك بالسيدة نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، والسيد مختار الجدال المحلل السياسي معنا عبر سكايب. أهلا بكم في هذا المساء. أبدأ بالسيدة ليلى بن خليفة حول هذه المواضيع أكيد اللي معانا الآن. أولا السيدة ليلى أرحب بك في هذا المساء. بالنسبة لما جاء في كلمة الدبيبة البارحة ووجود اليوم كذلك في الميدان مع المتظاهرين رافضا لتسليم السلطة، إلى ماذا سيقود وفق تقديرك هذا؟ أعتقد أن هذه خطوات للأسف فلنقل يعني ربما ليست حكيمة من السيد رئيس الحكومة الآن، خاصة أن عندما نتحدث على موضوع إفشال الانتخابات وتأجيلها، فهو كان من المعرقلين الرئيسيين لهذه الانتخابات بمشاركته بها وعدم إنجازه للاستحقاق المطلوب منه خلال اختيار هذه الحكومة لتسيير أمور البلاد. فأعتقد ما يحاول الآن هو محاولة البقاء والتمديد، هو يتهم بقية الأجسام الأخرى بالبقاء والتمديد، وهو يرتكب نفس الإشكالية ونفس المشكلة. إذا لا يمكن أن نعت غيرنا بما نقوم به نحن، فالأجر هنا موضوع تغيير الحكومة من عدمه أعتقد ليس هو الموضوع الجدلي الحقيقي الدائر المفروض في الوسط السياسي، لأن موضوع تغيير الحكومات أمر طبيعي وممكن أن يحصل، وممكن حتى كل عدة أشهر تكون هناك حكومة. الأهم على أي أساس سيتم هذه التغيير وإلى أين سنمضي؟ كنا نتحدث منذ أيام على موضوع تغيير أو تعديل خارطة الطريق، وهذا شيء أساسي ومهم جدا لكي نمضي على الأقل ويكون عندنا خارطة محكمة مغلقة ويتم تضمينها للاحتفاء للإعلان الدستوري المؤقت لكي تكون محصنة لكي نصل للانتخابات حرة ونزيهة. أما ما يحاول الآن التسويق له رئيس الحكومة الحالي ومحاولة تأجيج الصراع بينه وبين السلطة التشريعية في الدولة الليبية، فهذا أعتقد أنه أمر غير سياسي، بل هي أمر بحث عن السلطة كما يتهمهم. فهو أعتقد الأجدر أن يتهم نفسه، وهنا لا أدافع طبعا عن البرلمان، ولكن نحن نبحث على المضي قدما في العملية السياسية دون الانحياز لأي طرف من الأطراف.
طيب أنتقل للسيد مختار الجدال، كذلك المحلل السياسي. سيد مختار، أرحب بك بداية. كلمة دبيبة كان من المقرر أن تبث يوم الاثنين، لكنها بثت يوم الثلاثاء بعد تسريب خطابة، واللي حتى ما جاء في الكلمة كان شبيه كثيرا بما سرب في هذا الخطاب. واليوم كذلك خرج مع المتظاهرين، لكن لم يتحدث ولم يدلي بأي تصريحات جديدة. على ماذا يدل هذا برأيك؟ تحية لك، تحية لضيوفك، تحية لمشاهديك، شكرا على الاستضافة. شكرا. والله بحقيقة المشهد الآن سوداوي يعني نشوف فيه يعني بصراحة. خروج دبيبة ليلة البارحة بعد تأجيل كامل لخروجه يوم كامل، اعتقد ان هو عباره عن اداه ضيعه في يد جماعه الاخوان المسلمين الذي اتهم او اتهمهم بانهم مع العسكر او تحالفوا مع العسكر. حقيقه يعني ما يدري الان المشهد صراحه فرض على الليبيين. اولا خليني نقول لك البرلمان ومجلس الدوله دبيبه كلهم أجسام يجب أن تذهب، هذه قاعدة لابد أن ننطلق منها أساسا في هذا الحوار، يجب أن تذهب كل هذه الأجسام. بصراحة تأجيل الانتخابات في 24 ديسمبر كان وراءه ما وراءه. في الحقيقة دبيبة خروجه ليلة البارحة واليوم متمسك بالسلطة، تمسك بالكرسي، هو طبعا جاء الى السلطه وفقا لاتفاق في جنيف من قبل شخصيات ليبيه من ضمنهم مجلس النواب ومن ضمنهم مجلس الدوله اللي الان ما يعترفش بهم. هو في 13 مجلس دوله و13 من مجلس النواب، وهو الان يقول غير لا يعرف لا غير معترف. هو جاء فرقاوي وهذا وفقا لما تناولته ستيفاني وهربت من كشفهم. هو جاء بناء على تزوير، والتزوير تم اكتشافه في المؤهل وفي كل شيء. إذا على ماذا يريد دبيبة؟ دبيبة سنة كاملة من شهر فبراير الماضي لم يستطيع إجراء انتخابات. حقيقة الآن ما جرى في عهد دبيبة من فساد ومن مشاوي ومن الانتهاك للمال الليبي، يعني بصراحة استنزاف للأموال الليبية مهما كان. قدم خدمات للشباب، لكن هذا من حق هؤلاء الشباب. إذا لزاما على مجلس النواب ومجلس الدولة الآن اتخاذ هذه الخطوة، وهي إزاحة حكومة دبيبة والإتيان بحكومة أخرى قوية لابد الآن. صحيح طيب، هم انتهت مدتهم ولكن لابد من الحل، ما فيش حل آخر. شنو الحل الآخر اللي بس أليس سيد مختار؟ شفنا لاحظنا اليوم أنه خرجت مظاهرات في طرابلس، خرجت مظاهرات كذلك في طبرق رافضة بالنسبة لطرابلس رافضة للمجلسين وقراراتهم الأخيرة، بالنسبة لطبرق كذلك رافضة ما يتم مؤخرا كذلك من قبل مجلس النواب. يعني هناك رفض من قبل عدد أطراف في المشهد الليبي داخليا في ليبيا مسألة الحكومة الجديدة هذه. كيف ممكن يتم التعامل مع هذا الرفض الموجود ومع رفض كذلك لمرحلة انتقالية جديدة إن صح التعبير؟ بالنسبة لحكاية المرحلة الانتقالية الجديدة كلنا نرفض، وكل الليبيين يرفضون تعدد المراحل ومرحلة جديدة. ولكن ما الحل؟ ما الحل؟ يعني الآن دبيبة يقول أنه سيسقط مجلس النواب ومجلس الدولة، وأنه سيقيم انتخابات عبر الانترنت يعني مش معقول. الاستفتاء الإلكتروني، جسم الاستفتاء الإلكتروني، لابد من وجود جسم تشريعي الان لاقامه انتخابات. يعني دبيبة سيدخلنا في نفق اخر غير نفق يدخلنا في مجلس النواب. كل الليبيين ضد مجلس النواب، وكل الليبيين ضد التمديد، وكل الليبيين هذه قاعده. طبعا الليبيين سائموا من المراحل الانتقاليه منذ 2011، ونحن نعيش في مرحله انتقاليه ولا وراء مرحله انتقاليه. والجماعه عجبهم الكراسي وعجبهم المرتبات وعجبتهم الامتيازات ومستمرين، لكن شنو الحل؟ ما فيش حل اخر.
إما أن نرضى بمجلس النواب ومجلس الدولة وما يقدمانه في الشعب الليبي، أو نذهب إلى حكومة بيبة، هذه الحكومة التي استنزفت الأموال الليبية ووقعت عقود ووقعت بصراحة خارج شرعية وخارج نطاق سيطرة الجسم التشريعي والأجسام الرقابية الأخرى. يعني بصراحة نحن محتاجين إلى تغيير الآن، لابد من التغيير، ونريد حكومة قوية لكي تفرض ماذا يريد الليبيين. الليبيين يريد السيادة والاستقرار والأمن. نريد حكومة قوية تفرض السيادة وتفرض الأمن وتفرض الاستقرار، وبعدين نفكروا في موضوع الانتخابات. نعم. هذه حقيقة يعني. طيب نعم. أنتقل سيدة نادية عمران، كذلك عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. سيدة نادية أرحب بك في هذا المساء. سيدة نادية، بالنسبة لي اعتماد القاعدة الدستورية لقيام سلطة تشريعية، ودبيبة تحدث عن هذا الأمر، كذلك مجلس النواب تحدث عن المسار الدستوري وعلجنا لتعديل الدستور والذهاب إلى دستور بعد فترة طويلة ربما. أولا، كيف تنظر الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لمسار تغيير الحكومة في البداية، وثانيا للمسار الدستوري الذي ذاهب فيه مجلس النواب من جهته؟ القادمة فيما لو حدثت الحكومة تقريبا السابقة هي عبارة عن انتقال من مرحلة انتقالية إلى مرحلة انتقالية أخرى. الفساد والنهب الممنهج للمال العام، الفوضى واستنزاف الأموال وضياع هيبة الدولة، هي مراحل تتوارثها هذه الحكومة. ولذلك أعتقد أن الحكومة القادمة لن تغير في المشروع، الأساسات الدولة غير موجودة، لأنها ستكون عبارة عن مرحلة انتقالية. أسس الانقسام ما زالت موجودة، التجاذبات السياسية والصراعات لا تزال موجودة، لا يوجد دستور دائم للبلاد، لا يوجد مرتكزات للدولة حتى يمكن أن تقوم عليها. لذلك الموضوع الحكومة لا أعتقد أنه سيؤثر في المشهد، ربما سيزيد المشهد تعقيدا ولن يتغير، لأن هذا ديدر الحكومات على مدى الفترة السابقة أو السنوات السابقة. فيما يتعلق بموضوع القاعدة الدستورية، نحن ندرك أن موضوع القاعدة الدستورية الآن طفى على السطح بعد طول تجاهل، بعد سنين طويلة من التجاهل للمسار التأسيسي اللي كان من المفترض أن المؤتمر الوطني العام عند انتخابه هو انتخب لهذه المهمة. انتخب لمهمة أن يقوم بتسيير البلاد وتسهيل الظروف للوصول إلى المسار الدستوري إلى دولة القانون والمؤسسات، وأي مفترض المهام تحت أن يسير المرحلة الانتقالية وصولا إلى المرحلة الدائمة. لكن للأسف تم التلاعب بكل هذه الظروف، الآن طفى موضوع الدستور على السطح، لأن موضوع الدستور يعني المزيد من الوقت. كان من المفترض بدل الذهاب إلى البحث عن قاعدة دستورية أو الدخول في إنتاج حكومة الوحدة الوطنية أو غيرها، كان من المفترض بهم الذهاب نحو إيجاد دستور أو التوافق على هذا الدستور والسعي لأن تكون هناك انتخابات استنادا عليه. لكن للأسف تم التحجج بأن الاستفتاء سيعطل الوقت وغيرها، وفوجئنا بأن وصلنا إلى 24 ديسمبر دون وجود أي انتخابات ودون وجود قاعدة دستورية. ما سبب في تأجيل الانتخابات لا زال موجودا، لا توجد قاعدة دستورية متوافق عليها، مشروع الدستور يتم إقصائه إلى الآن. وإذا كان مجلس النواب ومجلس الدولة جادين فعلا في الذهاب للبلاد أن يتم الاهتمام بالمسار التأسيسي والنأي عن التجاذبات المتعلقة بحكومة جديدة لن تكون لها أي تأثير في المشهد الليبي. المفترض أن تكون تتم السعي للذهاب للانتخابات، لأن السيد عبد الحميد دبيبة في كلمته الأخيرة ركز على نقطة هامة، إذا كان هناك إمكانية للتصويت الإلكتروني على المشروع الدستور، لماذا تجاهلت الحكومة هذا الوضع؟ لماذا لم تقترح مفوضية العليا للانتخابات طرح مشروع الدستور على الاستفتاء عن طريق التصويت الإلكتروني؟ لماذا أضاعوا كل هذا الوقت؟ والآن عندما طفى موضوع الانتخابات على السطح وعندما وجدت ضغوطات دولية للذهاب نحو الانتخابات، أصبح الآن مشروع الدستور عاد إلى
الواجهة من جديد، وتم طرح عدة أفكار لتعديل أو غيرها. ونحن ندرك أن أي تعديل أو فتح لمشروع الدستور لن يفضي إلى نتيجة. لماذا؟ لأن مجلس النواب ومجلس أي نقطة، والسيد عقيلة صالح ذكرها في كلمته، قال أنه على مدى 3 سنوات شكلت عدة لجان بين مجلس النواب ومجلس الدولة وفشلت هذه اللجان. سيدة، إذن لماذا يتوقع أن هذه اللجنة ستنجح؟ إيه؟ سيدة نادية، ذكرت نقطة هو ما ذكره دبيبة البارحة حول الاستفتاء الإلكتروني، وقلت إذا كان في إمكانية لهذا لماذا لا نذهب في هذا الطريق؟ طيب بالنسبة لكم كهيئة، هل تواصلتم مثلا مع المفوضية أو مع الجهات المسؤولة حول إمكانية القيام باستفتاء إلكتروني في ليبيا حتى نربح الوقت؟ نعم، الهيئة منذ صدور مشروع الدستور في 29 يوليو 2017 وهي تتواصل مع كافة الأطراف. نحن لا نسعى أن يتم قبول مشروع الدستور، لا، نحن نسعى أن يتم طرحه على الاستفتاء ليقول الليبيين كلمتهم فيه، سواء بالقبول أو بالرفض، هذا ما نسعى إليه. نسعى أن يتم توعية دستورية، توعية بنصوص المشروع الليبي إلى صندوق الاقتراع، وهو مدرك لماذا سيصوت بلا. لكن للأسف دائما ما توضع العراقيل امام هذه النقطه، لان هذه الاجسام الانتقاليه تدرك بانه لم تؤول استفتاء على مشروع الدستور، فهو يعتبر بالنسبه لها نهايه هذه الاجسام بالاستفتاء على مشروع الدستور، لانه سيتم حل هذه الاجسام وسيتم انتخاب اجسام جديده بناء على النصوص الوارده في الدستور. ولذلك كان من الواجب اما طرح مشروع الدستور على الاستفتاء، واذا تعذر لوجستيا طرحه على الارض. كان بالإمكان، ونحن نوهنا أكثر من مرة للحكومات والمفوضية العليا للانتخابات بأن هناك تصويت إلكتروني وهو بسيط وسهل ولا يحتاج إلى العديد من الإجراءات، لكن يبدو أن المفوضية تتعمد عدم طرح المشروع على الاستفتاء. الآن ما دام السيد دبيبة حتى هو كان يدرك بأن موضوع التصويت الإلكتروني هو من المواضيع السهلة، لماذا يعطل هذا الموضوع إذا؟ هو أيضا يعني ما قالها إلا في آخر لحظة، يعني قالها في نهاية، يعني قالها بس البارحة في المؤتمر أو في التصريحات البارحة. هذا الموضوع سابق. إيه طيب، خليكي معنا سيدة نادية. نبي ننتقل لطبرق وننتقل لمراسلنا من هناك محمد شحات ليحدثنا عن اللي حكينا عليه قبل شوية والتظاهرات اللي شهدتها مدينة طبرق رفضا لمرحلة انتقالية جديدة وطويلة أخرى. خلينا نستقبل معنا محمد شحات. محمد أرحب بك، ضعنا في صورة ما يحدث أو هذه المظاهرات التي خرجت في طبرق. نعم رغدة، كما ذكرت سالفا الوضع لا يتغير تماما أو لا يختلف تماما عن المظاهرات التي خرجت في طرابلس. بيان شديد اللهجة الآن، نرى يعني معارضة لأي عملية انتقالية جديدة سواء كان بخلق حكومة أخرى أو تنتيب لأجسام سياسية أخرى. اليوم مجموعة من نشطاء طبرق بشكل صريح وواضح قالوا بأنهم لا يريدون أي تمديد لأي جسم سياسي وأي عملية انتقالية جديدة. رغدة، حتى نتحدث بشكل واضح، كنا قد أنجزنا استطلاع للرأي منذ يوم أو يومان، أغلبية الشارع الآن يؤكد على عدم قبول أي عملية انتقالية جديدة أيا كان مسماها أو أيا كانت بنودها. يعني الشارع في طبرق رافض تشكيل حكومة جديدة اليوم بشكل كبير جدا، يعني كل من نسأله يعني هل تراها بأن هي أفضل أو أن هي حتكون مرحلة أفضل، كل الإجابات تكون هم كلهم زي بعضهم، ما فيش أي فرق. هناك استياء كبير، حتى نتحدث عن الشارع، يعني هناك استياء كبير من المراحل الانتقالية المتعاقبة التي يعيشها المواطن بشكل طيب. متكرر. محمد، البيان ذكر كذلك يعني تصعيد ربما إذا لم يتم التجاوب مع هذا المطلب، عن ماذا نتحدث هنا؟ ما نوع هذا التصعيد؟ نتحدث عن عصيان مدني، نتحدث عن إضراب بشكل عام، نتحدث حتى أيضا على اعتصامات متكررة. قد يعني قد يتطور الأمر ونرى اعتصام أمام مقر مجلس النواب. وصلنا لهذه النقطة. على ذكر هذا، وإحنا قبل حتى استضفناك وكنت معنا محمد في تغطية جلسات مجلس النواب، وكان في مظاهرات أمام البرلمان وقتها، فهنتوقع غدوة هو تصويت على رئيس حكومة جديد، نتوقع غدوة أن يكون في محاصرة للبرلمان من قبل المتظاهرين؟
نعم، عندما نستخدم وصف محاصرة يعني إيه؟ كأننا نهول من الحدث رغبة يعني، ولكن من المتوقع أن نرى غدا وقفة احتجاجية سواء إيه؟ في ميدان الشهداء أو حتى أمام مقر مجلس النواب. الواضح الآن حتى الساعة يعني بأن هناك وقفات ستكون في ميدان الشهداء. شكرا. ولكن إذا كان هناك مظاهرات أخرى كما رأيناها في السابق تمتد حتى إلى ساعات أخرى يعني هذه ليست أخبار مؤكدة إلى هذه اللحظة. نعم، شكرا لك محمد شحات مراسلنا في طبرق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل ونعود، خليكم معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. قبل الحديث معكم عن سيناريوهات ما بعد 10 فبراير، نلقي نظرة على مسيرة برنامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، واللذان سيكون أحدهما طرفا له تأثير فيما سيحدث ما بعد 10 فبراير. نبدأ بسيد فتحي باشاغة اللي هو طبعا طيار عسكري متقاعد 59 عام، كان وزير داخلية في حكومة الوفاق الوطني سابقا، كان أيضا لاعبا رئيسيا في مجلس مصراتة العسكري، لا ينتمي إلى حزب سياسي، وترشح للانتخابات الرئاسية يوم 18 من نوفمبر 2021. أما برنامجه الحكومي فهو يتكون من 4 نقاط تقريبا: تحقيق الأمن والإصلاح، الاقتصادي في ليبيا، توحيد المؤسسات خاصة الأمنية والعسكرية، توفير الخدمات، وتحريك عجلة الاقتصاد وإعادة إعمار ليبيا. في النهاية كذلك تعهد باشاغة في كلمته، تعهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية. نذهب إلى خالد البباص، هو الوزير المفوض بسفارة ليبيا في المغرب، حاصل على ماجستير في هندسة الاتصالات، أيضا صاحب خبرة في مجال التكنولوجيا المالية والاتصالات السلكية. السيد بباص كذلك قدم تنازلات، أو من ضمن برنامج الحكومي هو تقديم تنازلات للخروج من حالة الانسداد السياسي، تعهد أيضا بالالتزام بخارطة الطريق التي أقرها البرلمان، تعهد بالمهنية، الكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم، وكذلك تسهيل عودة النازحين. أيضا السيد بباص شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كذلك لشركة مسارات للتقنية ولتقنية المعلومات والاتصالات. طبعا بالنسبة لبرنامج الحكومي كذلك من ضمن استتباب الأمن، توحيد المؤسسة العسكرية، الاهتمام بالتعليم والصحة، توفير كافة المتطلبات العملية لإنجاح الاستحقاق الدستوري المقبل، والعمل على استقلال القرارات السيادية السياسية. طبعا مشاهدينا كما ترون هم في تقارب في المشاريع الانتخابية، ولكن ربما كما لاحظنا وكما شاهدنا من تصريحات أعضاء في مجلس النواب بأن الكفة تميل أكثر لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغة. أعود لضيوفنا وأرحب بهم مرة أخرى بالسيد مختار الجدال المحلل السياسي، وبالسيدة نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والسيدة ليلى خليفة المرشحة للانتخابات الرئاسية في ليبيا. أهلا بكم مرة أخرى. أعود للسيدة ليلى بن خليفة، إلى سيناريوهات ما بعد 10 فبراير، غدا جلسة التصويت على رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا، كيف ترين هذه الجلسة والذي سيتمخض عنها ربما؟ الأمور ربما أصبحت واضحة بصورة نسبية لما يحدث داخل مجلس النواب. هو الآن نحن موجود مرشحين فقط لغير، والمفاضلة بين هذين المرشحين، وجميعنا تقريبا تابعنا يعني كمهتمين بالشأن الطرح والتقديم لهذين المرشحين وتقديم عرضهم ومشروعهم. وأعتقد أن هناك من استطاع إقناع العديد من أعضاء مجلس النواب، خاصة أن هناك من منهم لم يقرر بعد لمن سيعطي صوته. ولكن فلنقل ما سيحدث ما بعد اختيار أي كان رئيس الحكومة الذي سيتم اختياره. ما يحدث الآن هو الإجراءات اللي هي حيتخذها رئيس الحكومة المقبل، أعتقد 2 أسبوع لتشكيل حكومته، وبعد تشكيل الحكومة مفروض أن هي تباشر مهامها وتستلم سلميا من حكومة الوحدة الوطنية. أما في حالة ما حكومة الوحدة الوطنية رفضت التسليم بصورة آلية وسلمية ديمقراطية، فأعتقد هنا ربما الأمور ستصل إلى نوع من الحدة أو الضغوطات السياسية الأخرى، خاصة أن الجيد حقيقة حسب وجهة نظري في كل ما يحدث من هذه الأيام
هو محاولة تخلص مجلس النواب من هيمنة المجتمع الدولي على القرارات داخل مجلس النواب، وهذه خطوة لم نعهدها طيلة 7 سنوات في ليبيا، وأعتقد هي الخطوة المهمة والجريئة جدا جدا، مع اختلافي مع بعض الجزئيات أو مستوى أداء هذا المجلس، ولكن في هذه الجزئية أنا أتفق معهم تماما، وهو تخلص هيمنة المجتمع الدولي الذي يحاول. وأعتقد كل ما يحدث الآن من محاولة فلنقل أو محاولة السيد دبيبة لا لن أسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، أعتقد أن السيد دبيبة لا يعي تماما أنه هو نفسه لم يأتي منتخبا، ولكن جاء بناء على اتفاق سياسي من بعض الأشخاص اللي ثلثهم يمثل البرلمان والثلث الآخر يمثل مجلس الدولة، وحتى الثلث الثالث اللي هو بعض الكيانات والتيارات والأحزاب السياسية، هناك من منهم أعضاء في البرلمان أيضا وأعضاء في مجلس الدولة. فيبدو أن هذه الجزئية تحديدا غائبة تماما عن السيد دبيبة، وأعتقد أن موضوع تغيير الحكومة حقيقة شخصيا لا أراه موضوع مشكلة، ربما يحدث التغيير حتى كل 3 أشهر أو 4 أشهر، الإشكالية ليس في تغيير الحكومة، الأهم هو الالتزام بما جاء في خارطة الطريق والتعديلات التي ستحدث في خارطة الطريق وتضمينها في الإعلان الدستوري. هو الإشكالية سيدة ليلى، الإشكالية هنا بأن حتى إذا لاحظنا في الشارع، يعني كان معنا مراسلنا قبل شوية ويحكينا عن التظاهرات في مدينة طبرق، وهي الناس اليوم رافضة مسألة المرحلة الانتقالية الطويلة، يعني فاقدين الثقة في الأسماء الموجودة وفي الشخصيات كذلك. خليني أقول لك حاجة عزيزتي، يعني ربما نختلف مع مراسلك، لأنني موجودة في الشارع ونتواصل خاصة هذه الأيام، وليس في الشارع فقط ولكن أيضا بين النخب. الناس رافضين لتأجيل الانتخابات ويريدون الانتخابات عاجلا، ولكن ليس رفض وليس تمسكا ببقاء حكومة أو اتيان بحكومة أخرى. فهنا هذا الاختلاف، هنا يبدأ التلاعب، معلش سامحيني، سواء إعلاميا أو سياسيا فيما في آراء الناس. الناس وبعض الآن حتى المتظاهرين الموجودين هم جلهم من المرشحين للانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية، ويحاولون التمسك بالاستحقاق الانتخابي وعدم مصادرة حق الليبيين. وأنا شخصيا يعني مع هذا الاستحقاق شكلا ومضمونا، ولكن كيف سنصل إلى ذلك في ظل خرق خارطة الطريق، خاصة أننا نتحدث على معرقلين أساسيين. إذا يجب التخلص من هذه الأسباب اللي عرقلت الانتخابات واللي أولها السيد دبيبة. إذا يجب أن نتخلص من أسباب العرقة لكي نمضي إلى الانتخابات. لكن إن نقول ننظر للانتخابات، كيف نوصل للانتخابات؟ ما إحنا لازم نكون ناس واقعيين. سريعا سيدة ليلى، عفوا معلش، بس خلينا نكمل. خاصة احنا اليوم نتكلموا، احنا ناس اليوم سواء كنا سياسيين او اعلاميين او نشطاء او اي كان، احنا لا يجب ان نوضح الرؤية الحقيقية للمواطن العادي اللي يقول لك نبي انتخابات. كويس، انتخابات تم افشالها للاسف الشديد لعدة اسباب، في اسباب كانت واضحة وفي اسباب غير واضحة وفي اسباب هنقول لك ربما تكون مفتعلة، والعديد من الاطراف متداخلة ليس محليا فقط ولكن ايضا دوليا. وهذه هي المشكلة. أنا ليش قلت لك أنني سعيدة جدا اليوم بمحاولة مجلس النواب التخلص من هيمنة المجتمع الدولي على القرار داخل مجلس النواب، وهذه خطوة جريئة جدا. كنت نبي نقول لك بس على أمر بالنسبة للعرقلة، لأنه في ناس تقول اليوم، وحتى سوى من ضيوفنا من مسؤولين حتى ليبيين، يقولوا أنه من أسباب العرقلة هم المجلسين ووجودهم في ليبيا، مش فقط الدبيبة أو غيرها. أسباب الواضحة والمعلومة. كويس، دائما نتحدث والأسباب تكون تراتبية، يعني ما نقدرش أننا نتحدث على أسباب. أوكي، العديد أكيد من الأطراف السياسية اللي ما تبيش المرحلة تنتهي، وهذا واقع وحقيقي، لكن إحنا عندنا أطراف أساسية، إحنا مشينا تقريبا 70% من المرحلة الانتخابية، 70%. كويس، الإشكالية وقعت هنا في موضوع أن أصلاً هذه الحكومة الآن اليوم هي حكومة وجدت لسببين، توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات والإشراف عليها. لا وحدت مؤسسات ولا أجرت الانتخابات، بالعكس هي عرقلت، لأن السيد رئيس الحكومة، وإحنا سبق يعني حتى بما أني رئيس حزب الحركة الوطنية وكنا مقدمين مبادرة أن يتنحى نهائياً عن رئاسة الحكومة ويتم تكليف أحد نائبيه برئاسة الحكومة رسميا وتستمر العملية، بما أننا إحنا الإشكالية اليوم ما هيش إشكالية قانونية، وعادة دائما الخلاف السياسي لا يحل قانونيا، وليس في ليبيا فقط ولكن في كل دول العالم. الإشكالية إشكالية سياسية، إذا إحنا نبحث على حل سياسي.
الحدث، لان لو بنجول الجانب القانوني، التعهد اللي دار سيد دبيبه بعدم مشاركته في الانتخابات اعتبر تعهد اخلاقي وليس تعهد قانوني، وهذا كلام سليم جدا. اوكي، لان احنا امام القانون، القانون يجب ان يحكم بمواد وبادله ثابته، لا يحكم لكن سياسيا هو هو مفروض التزام اخلاقي. اذا هنا نكون حل المشكله اساسيا. اولا عندنا اشكاليه في المفوضية نفسها. الآن حتى نسمع في السيدة نادية وهي تتكلم على خطاب السيد دبيبة لما قال لك الاستفتاء إلكترونيا. أعتقد هذا ما زال يبحث على تزوير. لن يكون هناك استفتاء إلكترونيا هو حر ونزيه. الاستفتاء الإلكتروني إن لم يكن ببصمة الإبهام أو بنظرة العين هو ليس استفتاء حقيقي. بالعكس، العديد من الشركات حتى شركات الاتصال ست تتلاعب فيه، خاصة نحن خلينا نقول لك الدستور هذا دستور خلافي احنا لحد الآن، ولا نتحدث لأن أصلا مش موضوعنا الآن موضوع الدستور. خلينا نقول، وأنا دائما أقول حتى لما كانت في ناس تتكلم وتقول تعديل الدستور، نقولهم لا يمكن تعديله إلا بعد الاستفتاء بملا أو ترحيل الاستفتاء أو الخيار الآخر وهو تعديل الإعلان الدستوري. والآن ماشيين في اتجاه تعديل الإعلان الدستوري لمحاولة التوافق حول هذا الدستور. طيب، ونتمنى أن نصل إلى مرحلة الاستفتاء أو مرحلة الوصول والخروج من هذا الجمود السياسي. لكن من نبعد نتكلم، احنا الناس، أنا واحدة من الناس من المتضررين من تأجيل هذه الانتخابات على الصعيد الشخصي. ولكن أنا نجي في جزئية، أنا نريد انتخابات حرة ونزيهة، نريد انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا. كيف سأصل إليها؟ لن أصل إليها في ظل هذه الظروف الراهنة وفي ظل هذه الأوضاع. يجب تعديل خارطة الطريق وتضمينها للإعلان الدستوري لكي تكون محكمة، باش السلطة التنفيذية القادمة اللي هي جاية مستقبلا ما تمددش لنفسها أيضا وما تاخدش مدى طويل. لأن احنا دائما أصبحنا يوم عن واضح سيدة ليلى. دعيني فقط أنتقل للسيدة نادية عمران في بعض النقاط اللي ذكرناها الآن بخصوص المسار الدستوري كذلك. سيدة نادية، مسألة الاستفتاء الإلكتروني حسب سيدة ليلى فهي قالت وكأنه دبيبة يفتح في باب للتزوير مرة ثانية، أنه لو من دارش استفتاء حقيقي ببصمة، يعني هنا إذا كان عملناه بطريقة إلكترونية فأحنا فاتحين الباب لتزوير وكل أنواع المخالفات ربما فيه. ممكن نستوضح منك هذه النقطة أكثر. لأن التصويت الإلكتروني سبق أن اتبع في ليبيا في الانتخابات البلدية، ربط كل رقم هاتف، الموضوع يمكن تحصينه بسهولة، العين بدون البصمة بدون غيرها. هذه الإجراءات أو هذه الطرق في الاستفتاءات وفي الانتخابات متبعة في العالم أجمع. لما أنت تربط الرقم الوطني برقم الهاتف انتهى الموضوع. لكن لأن إمكانية التزوير هي موجودة بقوة، لأن البطاقات الآن يمكن بيعها، يمكن تداولها، يمكن تغييرها، يعني حتى موضوع التزوير موجود في البطاقات. لكن التصويت الإلكتروني نسبة التزوير فيه ستكون نادرة جدا. أنا لما تحدثت على هذا الموضوع مش بسبب موضوع التزوير، لماذا تم تعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور كل هذا الوقت والتحجج بالأوضاع الأمنية، ما دام في إمكانية للحكومة أن تقوم بالاستفتاء عبر التصويت الإلكتروني؟ هي هذه الإشكالية، لماذا تباطل هذه الأجسام في الذهاب نحو الاستفتاء؟ هذا ما الآن مجلس النواب ومجلس الدولة لن يكون هناك استقرار في البلاد بالعموم، لن يكون هناك لا تفاهمات حتى لو تم تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، لن يتوصلوا إلى اتفاق، لن يتفاهموا، ستكون هناك تمطيط لهذه المرحلة. لأن نشوف احنا قرار خارطة الطريق اللي صوت عليه مجلس النواب هو يمدد لمجلس النواب والدولة 14 شهر من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري. تعديل الإعلان الدستوري متى سيحدث؟ بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، غير معروف. هو عبارة، يعني كل ما يحدث هو عبارة عن تمطيط لهذه المراحل الانتقالية، لن يفضي إلى نتيجة. الاستفتاء الآن على مشروع الدستور هو وقته. نحن لا يمكن أن نذهب في انتخابات ونأتي برئيس منتخب دون تحديد صلاحياته، دون تحديد العلاقة بين السلطات، دون تحديد شكل ونظام الدولة، دون تحديد
طيب. الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة. دعيني هذه نقطة مهمة جدا سيدة نادية، موضوع شكل الحكومة ربما اللي هنمشولها في هذا الوقت. دعيني أخذ هذه النقطة من حضرتك ونمشي بها للسيد مختار الجدال كذلك. سيد مختار، الآن الناس متخوفة من شكل الحكومة القادمة، هل الحكومة هتكون حكومة سياسية، حكومة تكنوقراط المدة المعينة لها، حتى الحقائب الوزارية لمن ستكون، كيف مفروض يكون شكل هذه الحكومة حتى تقود هذه المرحلة بخطة واضحة وخطة زمنية محددة؟ أولاً خلينا نقول لك أنا أتفق تماما مع السادة ليلى بن قليل. أتفق تماما معه. النقطة الثانية لا أتفق مع الأخت السيدة نادية بتاع لجنة الدستور السيدة نادية، لأن بصراحة نحن ليست لدينا مشكلة في الاستفتاء على الدستور، نحن لدينا مشكلة في نصوص الدستور نفسها. يعني ما لم يعدل الدستور أو المسودة الدستور، ما لم تعدل وتتضح الأمور وتبدأ الأمور واضحة ونبتعد عن دولة الفقيه، معقولة دستور لابد من العودة إلى الإفتاء ولجنة الإفتاء والصادق الغرياني لكي نصدر قانون ولا نصدر قرار؟ معقولة هذا دستور؟ يعني دولة الفقيه لا نريدها بصراحة، نحن نريد دستور مدني يوضح الدولة واسمها وشعارها ونشيدها الوطني، وهذا لم يذكر في مسودة الدستور بصراحة. والمكونات أيضا الأمازيغ التبو التوارق، يعني بصراحة غير راضين عن الليبيين بهذا الشكل، لابد من تعديلها. هذه طيب. مهمة جدا، لابد من مناقشتها قبل لا نجي لحكومة اللي يفترض انها تشكل غدا. يعني اولا مجلس النواب ومجلس الدولة طالما اتفقوا على الحكومة، يعني سنشكل دبيب يخرج للشارع يغني يرقص، ما ليش علاقة به ما دام مجلس النواب ومجلس الدولة هذين الجسمين المتفقين، جسم تشريعي وجسم آخر استشاري، وهم جاءوا نتيجة اتفاق السخرات، إذن هؤلاء يملكون الكل، اللي يملك الكل يملك الجزء، يعني باستطاعة دبيبة أخذ شرعية من مجلس النواب، صح هو جاء بناء على اتفاق في جنيف، ولكن منح الثقة في السبت من مجلس النواب، قامت مجلس النواب تعترف فيه ويعطيك الثقة، واليوم مجلس النواب لا يزور، هذه غير منطقية. إذن الحكومة ستشكل، ولكن أنا أتخوف من شيء واحد وهو تدخل النواب وأعضاء مجلس الدولة في تشكيل الحكومة. يعني واحد بيجيب سيد مختار، أنا كيف نبي نسألك في هذا الأمر تحديدا، لأنه سابقا في حكومة دبيبة لاحظنا هذا الأمر، لاحظنا تدخلات النواب في ترشيح وزراء، في ترشيح يعني أقاربهم في حقائب وزارية أو في مستشارين أو غيرها. اليوم شن اللي يضمن أنه النواب ما يتدخلوش في تشكيلة الحكومة الجاية؟ لا ما فيش ضمانات، أنا أقول لك حقيقة ما فيش ضمانات، أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة سيتدخلون، لكن أنا أنصحهم من خلال شاشتكم هذه لابد يا سيدي بتجيب خوك، جيب خوك الكويس ما تجيبش خوك الفاسد، بتجيب ولد عمك جيب ولد عمك الكويس ما تجيبش ولد عمك السراد، بتجيب قريبك جيب قريبك الكويس المحترم اللي يخدم الليبيين. احنا الليبيين الان شنو نبو خدمه، نبو استقرار، نبو سياده، السياده منتهكه، السفراء يتجولون في ليبيا اينما شاءوا في معلى، يعني بصراحه نريد سياده، نريد استقرار، نريد امن،
بتجيبوا لنا ناس محترمين. إيه؟ نعم. إيه؟ نعم سيد مختار. نعم. اذا فرضا يعني غدوه هيكون في رئيس حكومه جديد فلنقل، سيد الدبيبه كما راينا من تصريحاته الاخيره وحتى خروجه للميدان هو رافض التسليم، هذا طبعا بالمعطيات الاخيره اللي متوفره عنا، اذا لم يسلم الدبيبه الى سوى باشغه او بباص في هذه المرحله، هل نتوقع مجابهة مسلحة؟ هل نتوقع يعني استخدام السلاح في هذه الحالة؟ والله ربما أنا لا أستبعد ذلك، أنا حقيقة لا أستبعد أن تقوم حرب بين في حاجة، أنا أقول لك بشاغة أقوى من البيباس حقيقة، يعني بشاغة حظوظه هو وهو شخصية قوية وشخصية يعني عنده قوة، على الأقل هو كان وزير الداخلية والداخلية كلها معاه. إيه؟ بصراحة خليني نقول لك لو اعترض الدبيبة هو اللي مش حيلقى من يقاتل معه. بس الدبيبة كذلك هناك مجموعات مسلحة تأتمر بأمرته أيضا في طرابلس أو في المنطقة الغربية. المسلحة اللي مع الدبيبة، المجموعات المسلحة اللي مع الدبيبة كلها يهمها الكسب المادي، هذه لا تقاتل من أجل الوطن، هذه تقاتل من أجل من أجل الاستفادة المادية. نقول لك الحقيقة هذه ميليشيات مستفيدة الآن من الوضع الراهن، وهي صراحة لا تقاتل من أجل وطن واستقرار وطن وأمن وطن، هذه لكن نقول لك بشاغة بعد خاصة بعد زيارته لبنغازي ولقائه بقيادات عسكرية في الشرق الليبي، أعتقد أن الأمور تسير إلى بشاغة. أنا نقول لك وإذا كان حدثت مواجهات تحدث مواجهات، لكن أنا أقول لك عقلاء مصراتة سوف يوقفون، لأن هي الصراع الآن يبدأ مصراتي مصراتي، يعني حقيقة احنا لازم نقول دبيبة مصراتي وبشاغة مصراتي، والصراع سيكون مصراتي مصراتي. إذا كان هي راي في الأمور وراي في بعض الأشياء نكاية في 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 دبيبة وفي بشاغة، دبيبة يرفض أن يصل بشاغة للسلطة لأنه مصراتي، وبشاغة يريد يزاحد دبيبة من السلطة لأنه مصراتي، ونحن شفنا لما اختاروا دبيبة وإحنا في النص، يعني بين وإحنا في النص بين بين الرجلين، يعني هنا في الليبيين نحكي لك كيف جماعة دبيبة يغنوا يقولوا يقولوا لبشاغة يروح خير، لهذه هي النقاط، راهو العملية بسيطة جدا، راهي هي دخل مصراته على أهل مصراته القيرين الاتفاق على أحد الأشخاص وتنتهي القصة. طيب. وإحنا يعني باقي الليبيين لا يملكون شيء حقيقة، ما يتأثروا أكثر من يؤثروا، وهذه حقيقة، يعني حتى الذين خرجوا في الشارع اليوم أو بصراحة خرجوا لأن مش هؤلاء الشباب اللي استفادوا من دبيبة، ولا لا خلاص اللي استفاد هؤلاء على أمل أنهم يستفيدوا من دبيبة إذا بقى، فهذا الأمل قد بشاغة عندما يأتي يصدر قرارات ويصدر ويعطي أموال للشباب في منحة الزواج ومنحة الأسرة، يعني ممكن حتى بشاغة يبدأ يحل هذه الإشكالية، لكن أنا أقول لك دبيبة سوف لن يقاتل معه أحد. طيب دعني أنتقل للسيدة ليلى. سيدة ليلى، بعد 10 فبراير هل نحن أمام سيناريو حكومتين، وكذلك فيما يختلف المشهد الحالي عن مشهد السابق، مشهد حكومة الثني والسراج على سبيل المثال؟ هذا السيناريو أريد أن أوضح مغالطة ذكرت عن السيدة نادية، وهو أنها قالت أن التصويت الإلكتروني تم استخدامه سابقا في البلديات، وهذا الكلام غير حقيقي وغير موجود. ما تم استخدامه هو استخراج الرقم الانتخابي فقط، الرقم الانتخابي مثل الرقم الوطني يتم استخراجه عن طريق رسالة من التليفون، وهذا أمر بسيط، والتصويت موضوع آخر مختلف. أعود معك إلى موضوع ما سيحدث بعد 10 فبراير وموضوع السيناريو أن تكون حكومتين. أنا لا أتوقع أن توجد حكومتين، حتى هذه التشكيلات المسلحة اليوم يتحدث عنها العديد ويحاول إدخالها في كل هذا الصراع ويتم استخدامهم دائما، وهؤلاء هم شباب أبناؤنا حقيقة وليبيون، لا أعتقد أنهم سينجرون وراء أي حرب بين كل من هذه الأطراف. على الرغم كل خلينا نقول كل ما يحدث من محاولة السيطرة
على هؤلاء الشباب ومحاولة توجيههم في اتجاه معين، ولكن فلنقل أن هؤلاء الشباب اليوم أكثر وعيا، لأن هذه المحاولات ليست اليوم فقط، ولكن هذه المحاولات لإدخال العاصمة في حرب لها مدة ما يقارب الأربعة أشهر أو يزيد، وليس الآن فقط، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل. وأنا لدي قناعة كاملة أن الشباب الليبيين اليوم واعيين لهذا الصراع السياسي، ولن يدخلوا في صراع واقتتال من أجل أحد، لأن حقيقة الجميع خاسر لو يحدث هناك اقتتال عسكري. ومتأكدة أيضا أن الحكومة التي سيتم اختيارها من مجلس النواب ستباشر مهامها من العاصمة، وستبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، لأن احنا اليوم اللي عارفينه واللي واضح للجميع أن حكومة الوحدة الوطنية لا تتحرك إلا في نطاق طرابلس، وهذه مشكلة. طرابلس ليست ليبيا يا جماعة الخير، راحنا نتحدث عندنا جنوب عندنا شرق، إذا نحن يجب أن نتحدث أننا محتاجين أن ليبيا فعلا تكون واحدة تحت حكومة واحدة لكي نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة. وأنا دائما مصرة على الانتخابات الحرة والنزيهة، ولن تحدث هذه الانتخابات الحرة والنزيهة إلا في حالة ما تم إعادة وتعديل المنظومة الانتخابية. هناك العديد من الأخطاء اللي ارتكبت ومحتاجة إلى تصحيح، إضافة أن أصلا العملية الانتخابية الآن سيتم تسفيرها نتيجة وصول بعض الأشخاص للسن القانونية لحق الانتخاب أو حق الترشح، وهذه كلها تحتاج بما أننا مطولين. واضح بالضبط، وإحنا استمعنا إلى السيد عماد السايح قال أحتاج من 6 أشهر إلى 8 أشهر، وأعتقد أن 8 أشهر ليتحدث عليها هذا كلام متفائل جدا، لأن إحنا نتحدث على انتخابات في كل ليبيا. إذا يجب أن نكون واقعيين ونحث ونضغط بكل ما أوتينا من قوة. الأهم اللي حقيقة ونكرر فيها اليوم أكثر من مرة في حلقتكم، سامحوني لأنني فرحانة بها، تخلص هيمنة المجتمع الدولي على القرار داخل مجلس النواب. يعني المهم الآن يعني اليوم ربما الشيء المهم حسب رأيك اللي حققناه هو تخلصت ليبيا، أو ليبيا وصلت إلى اتفاق ليبي من غير هيمنة المجتمع الدولي على الملف الليبي. نقطة مهمة جدا يجب أن نثني عليها بكل خلافاتنا مع هذه الأجسام، ورفضنا للتمديد ورفضنا للبقاء وكل ما نتحدث عليه جميعا كليبيين، احنا محتاجين للتغيير، وكلنا شاركنا في العملية الانتخابية أو قررنا نخوض هذه العملية وشاركنا كناخبين واخذنا بطاقاتنا أو كمرشحين، لأننا نريد التغيير ونريد المضي قدما. ولكن أنا متأكدة أن كل هذه العرقلات ليست داخلية فقط، ولكن العرقلات كانت دولية. طيب أنتقل للسيدة نادية عمران كذلك. سيدة نادية، الكثير اليوم وحتى السيدة ليلى مثل ما استمعتي لها ربما هو شيء ألا نشيد به بعض الشيء، بأن اليوم عندما توصلوا الأطراف إلى اتفاق، توصلوا إلى اتفاق ليبي بمجلس النواب ومجلس الدولة حول تغيير الحكومة والمضي في خارطة طريق جديدة، ألا يعتبر شيء ممكن نشيد به في هذه الفترة أو لا برأيك؟ طبعا في فقط سؤال ذكرها السيد المختار. اولا من يحدد اذا كان هذا المشروع مرفوض او مقبول؟ هم الليبيين، المفروض اني انا نطرح مشروع الدستور على الاستفتاء وهم يقررون اذا كان هذا المشروع مقبول او لا. النقطه الاخرى، لما انا نشكل لجنه للتعديل ساعدله بناء على رؤيه من سيحدد النقاط الخلافيه؟ اللي يعد نقطه خلافيه عن مجلس النواب، مجلس الدوله لا، ليس لديه مشكله فيه، سيكون هناك خلاف، لن يتم التوافق على أي نقطة لأن التجارب تقول ذلك. النقطة الأخرى اللي ذكرها، ذكر أن هذا دستور الفقيه، وأن أي نص لابد أن السلطة التشريعية أو أي قانون تصدره السلطة التشريعية لابد أن تستشير فيه الإفتاء أو المفتي. أين النص؟ هذا كلام عاري عن الصحة، لا يوجد أي نص في مشروع الدستور يقول ذلك. للأسف نخبنا وساستنا يكررون ما يسمعون دون التأكد. أنا أطلب النص أو المادة في مشروع الدستور التي تقول ذلك. طيب سؤال حضرتك، التوافق الآن اللي حدث بين مجلس النواب والدولة هو توافق على مرحلة انتقالية، لن يكون له معنى، لأن الاستمرار في معالم الدولة الانتقالية لا زال موجود، سيكون هناك استنزاف للملأ العام، سيكون هناك فوضى، سيكون هناك صراع سياسي، تجاذبات، لن يكون هناك أسس تحدد هذه الحكومة من سيحاسبها، من سيراقبها، لا توجد دائرة دستورية تبت في النزاع بين الأجسام الموجودة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لا توجد معالم الدولة واضحة. أيضا الذهاب إذا وصلنا إلى التعديل الدستوري دون إشكاليات بأن نحدد المسار التأسيسي
ونحدد المعالم لهذه الدولة بمدد زمنية محددة، أعتقد أنه سيكون ضرب من المعجزة. نعم، شكرا جزيلا. أتوقع أنه لن يحدث تفاعل. نعم، شكرا جزيلا لك سيدة نادية عمران، عضو هيئة تأسيس صياغة مشروع الدستور. أشكر كذلك سيدة ليلى خليفة، المرشحة للانتخابات الرئاسية. كذلك الشكر للسيد مختار جدال، المحلل السياسي. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة حلقة الليلة من هذا المساء حول الحكومتين وصدام دبيبة والنواب، في انتظار أكيد جلسة مجلس النواب في الغد، ونتابع أكيد المستجدات وقتها. شكرا لكم مشاهدينا، ودمتم في رعاية الله. مع السلامة.